وهو الذي قال في كتابه: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. يا إخواني، آية اليوم سمعتها في صلاة المغرب، والله إنها مؤثرة. من أجل ذلك طلبت المصحف وفتحت على هذه الآية حتى أقرأها بين يديكم. الله سبحانه وتعالى يختم سورة المدثر بآية عظيمة جدا، يقول ربي سبحانه وتعالى فيها: وما يذكرون إلا أن يشاء الله هو أهل التقوى وأهل المغفرة. كيف لا يكون سبحانه وتعالى هو أهل للتقوى وهو العظيم؟ وهو العظيم سبحانه وتعالى، كيف لا يكون سبحانه وتعالى هو أهل للتقوى وهو الذي قال في كتابه: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. وهو الذي قال في سورة النبأ: وبنينا فوقكم سبعا شدادا. كيف لا يتقى سبحانه وتعالى وهو الذي خلقنا وهو الذي شق أسماعنا وأبصارنا؟ الله الذي خلقكم، الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم هل من شركائكم من يفعل من ذلكم من شيء؟ سبحانه وتعالى عما يشركون. كيف لا يتقى سبحانه وتعالى وهو الذي خلقنا من أجل أن نعبده؟ قال ربي: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. كيف لا يتقى سبحانه وتعالى وهو الذي أخبر عن الملائكة: إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون. كيف لا يتقى سبحانه وتعالى وهو الذي خوفنا بنفسه فقال: ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير. ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيراً.